بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين. وبعد، ختم الله سورة يوسف عليه السلام بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أي أن المقصود من قصص القرآن الكريم قصص الأنبياء والأمم السابقة، المقصود من ذكرها في القرآن الاعتبار واستنتاج العظات منها. لقد كان في قصصهم، أي التي قصصناها عليكم في هذا القرآن، عبرة، والعبرة هي التي تأخذها من القصة فتطبقها في حياتك فتسعد وتسمو وتنجو. عبرة لأولي الألباب، أولي الألباب أي أصحاب العقول الراجحة الكبيرة الحكيمة. أولو الألباب يستمعون القصة فيفهمونها فيستنبطون منها عبرا تنفعهم في حياتهم. إذا ربنا هنا قال: لقد كان في قصصهم عبرة، ليس لكل قارئ أو لكل مستمع، قال لأولي الألباب. فإن سمعت قصة فتسليت بها وسررت ثم لم تعتبر ولم تتغير حياتك بعدها، فأنت أعذرني لست من أولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه القصص التي ذكرها الله في القرآن ليست أساطير لم تحدث، ليست افتراء لم يقع، بل هي واقع وذكرها الله لنا، ولكن تصديق الذي بين يديه، يديه هنا الهاء تعود على القرآن، أي ذكر أشباهها أمثالها في الكتب التي سبقت القرآن، التوراة والإنجيل، وتفصيل كل شيء يهمكم في أمر دينكم ودنياكم، وختمها: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن كله هدى ورحمة، ليس لكل قارئ أو مستمع، قال لقوم يؤمنون. في سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في آية أخرى قال: هدى للمحسنين. المحسن الذي ترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان يهتدي بالقرآن هداية كاملة. إذا كان مؤمن يهتدي بالقرآن هداية غالبة، أما إذا كان مسلم يهتدي هداية بالحد الأدنى، لأن الذي لم يكن قد وصل إلى مرتبة الإيمان، قالت الأعراب آمنا، رد الله عليهم قولهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. فإذا سمعت القرآن بقلب واعي وأذن واعية اهتديت أولا فآمنت، أي أسلمت. فإذا لم ترتقي بقلبك ليصبح قلبا مؤمنا محسنا تقيا، يصبح نفعك من القرآن الكريم صغير جدا. وهذا ما نراه في حياة المسلمين للأسف، الكثير من المسلمين يقرؤون القرآن، هل بعدد من يقرأ عندنا عدد الذين اهتدوا بالقرآن؟ لا يوجد مسلم يكاد على وجه الأرض إلا ويقرأ في العام القرآن كله مرة، صح؟ في رمضان على الأقل.
إذن لماذا هذا الكذب في أسواقنا والغش والخيانة والفسق والفجور؟ إذا كان كلنا نصلي، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن كلنا نصلي ولكن ليس كل المصلين فينا ينتهون عن الفحشاء والمنكر، إذن في خلل. الخلل ليس في القرآن أكيد، القرآن صدق، الخلل في صلاتنا. ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب نحن نصلي وكثيرون من كثيرين من المصلين منا لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر، الخلل ليس في القرآن، الخلل إذا الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي صلاة في صورتها لكنها لماذا لم تثمر نهيا عن الفحشاء والمنكر؟ هنا السؤال الكبير. ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طيب نحن عندنا كثير من المصلين يجزعون عند الشر ويمنعون عند الخير، أي المال الكثير. ما ربنا قال إلا المصلين الذين دخلوا مدرسة الصلاة الحقيقية هم ليسوا بهلوعين، فلا يجزعوا عند الشر إذا نزل بهم ولا يمنعوا إذا كثر الخير بين أيديهم. طيب تعال نعمل إحصائية للمصلين، نجد أن الكثير منهم لا زالوا هلوعين، يجزعون عند الشر يمنعون عند كثرة الخير معهم. إذن هؤلاء ليسوا مصلين الذين عناهم الله عز وجل، هم مصلين من نوع آخر، لأنني لا يمكن كمؤمن أشك في القرآن، إذن أشك في صلاة هؤلاء، أنا منهم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. نشك في صلاتنا ولا نشك في كلام ربنا، نحتاج أن نتعرف على الإيمان الحقيقي فننتفع من القرآن الانتفاع الكامل. قال تعالى وهدى ورحمة، ما قال لقوم يسمعون أو قوم يرتلون، قال لقوم يؤمنون. نحن نستمع القرآن، ربنا قال عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، معناته كل آية تسمعها تزيدك إيمانا. طيب نحن نسمع القرآن كثيرا لكن إيماننا إما أنه لا يزيد إطلاقا أو يزيد بنسبة قليلة، معناته في خلل بالموضوع يا أخوانا، في خلل. كثير من التابعين سألوا الصحابة الكرام لماذا انتفعتم بالقرآن أكثر منا؟ قالوا نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن فانتفعنا به. أنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان فلم تنتفعوا به، أي كانتفاعنا نحن، انتفعوا التابعين لكن ما انتفعوا كانتفاع. لابد من العودة إلى مدرسة الإيمان لنرتقي بإسلامنا إلى الإيمان إلى التقوى إلى الإحسان، عندها يصبح انتفاعنا من القرآن كاملا. نريد أن نجعل ملخص لسورة يوسف ما بين الآية الأولى التي قالها الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغافلين هنا بمعنى عدم العلم، الغافلين هنا بمعنى لا تعلمها، لم تكن تعلم هذه القصة حتى قصصناها عليك، يعني هي بمعنى الجاهلين، ولكن الله نزه نبينا أن يقول عنه جاهلين فقال من غافلين. شوف الأدب الذي يعلمنا الله إياه في القرآن. وما بين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا ملخص لسورة يوسف بدون دخول مباشر في التفسير. سورة يوسف قسمها الله عز وجل إلى مقاطع، أو سمها إن شئت إلى فصول. الفصل الأول كان بين يوسف وأبيه وإخوته في أرض فلسطين بين قوسين في البادية، وجاء بكم من البدو. طيب الأب يحب يوسف حبا كثيرا، الإخوة وقعوا نتيجة هذا الحب بالحسد فحقدوا على يوسف وعلى أخيه، لكنهم بدأوا بمؤامرة عملية ضد يوسف حصرا اللي هو نمبر ون، وخدعوا الأب وكذبوا عليه وتخلصوا من يوسف بعد مشاورة ومداولة بين قتل
أو نفيا من الأرض فألقوه في غيابة الجب. هذا الفصل الأول. هذا الفصل يجعلنا نعتبر ونتعظ. أول عبرة: إياكم والحسد. وإذا كنت أبا أو كنت أما فعودي أبنائك على عدم الحسد، واحذري أن تفضلي بين ولد وولد، فإن التفضيل بين الأولاد عند بقية الأولاد لا يكون مفهوم حتى ولو كان له سبب، حتى ولو كان له سبب مبرر شرعا. بدل أن يقول الأبناء: والله هذا أخلاقه تختلف عن أخلاقنا لذلك أحبه أبونا أكثر منا، يتهمون الأب أنه ظالم غير عادل فيقعون في حسد أخيهم، وربما يتصرف تصرف إجرامي. الحسد أوصل قابيل أن يقتل أخاه هابيل قتل، مع أن قابيل وهابيل إخوة، وحسده على أي شيء؟ يا رجل، ماذا كان يوجد في زمانهم حتى يحسدوا عليه؟ أن زوجته أجمل من زوجته بشيء قليل، قال: أنا أريد الجميلة. آدم حكم بأن لا، الجميلة بوحي من الله لهابيل، فوقع قابيل بالحسد فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لا تستهين بالحسد، الحسد ربما يقع بين أقرب المقربين، بين الإخوة، وربما يصل إلى درجة أن يدفع الحاسد إلى القتل. هذا ما حدث مع قابيل، حدث مع إخوة يوسف. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وفي رواية: وسووا بين أبنائكم، في رواية: حتى في القبل. يعني جاءك ولدك الصغير قبلته، قبل البنت اللي أكبر منه شوي، هي تنظر: لماذا قبله لم يقبلني؟ هذه تحدث عندها أثرا: تعالي يا حبيبتي. انتبه، والله إن لم تفعل ربما تؤجج أنت نار العداوة بين الإخوة وأنت لا تدري. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم وسووا بين ولو بالقبل. وخاصة البنات عندهم عاطفة أكثر من الأولاد، تقبل الولد وتترك البنت. ربما إذا قبلت البنت ولم تقبل الولد ما في مشكلة كبيرة ربما، لكن تقبل الذكر وتترك الأنثى، والأنثى وما أدراك ما عاطفة الأنثى. وإذا وقع الحسد في البنات، يا محلى الحسد في الذكور أمام حسد البنات. البنات، النساء بشكل عام، إن كيدكن عظيم، كيد الذكور عظيم. لما إخوة يوسف كادوا يوسف حرموه من أبيه وألقوه في غيابة الجب، ما بالك لو كانوا نساء؟ إن كيدكن عظيم. إلى أين كان يصل يوسف؟ لا إله إلا الله. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. اثنين: أن الكل يبتلى في هذه الدنيا، دار ابتلاء، الكل يبتلى، لكن ممن يبتلى من يصبر وممن لا يصبر. إخوة يوسف ابتلاهم الله بأن أباهم فضل أخاهم عليهم، لم يستطيعوا أن يصبروا، ويقول: يا أخي، أبانا نبي، أبونا نبي ومعه حق، فيوسف أفضل منا أخلاقا وتعاملا مع أبيه فأحبه أكثر منا. ما استطاعوا أن يصبروا فوقعوا في المحظور، في الحسد، ثم في الكيد والكذب والغش، وتركوا يوسف وحيدا وهو صغير في غيابة الجب وأبوه يبكيه. لكن يوسف لما ابتلي بجفاء إخوته صبر. يعقوب لما ابتلي بفقد ابنه وعقوق أولاده الكبار الذين أفقدوه ابنه صبر. إذن الابتلاءات للجميع، لكن كن أنت من المبتلين الصابرين، لا تكن من المبتلين الفاشلين الخاسرين. الكل مبتلى، كما قال الله للمؤمنين: فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. على الأقل أنت عندك إيمان، اعتصم به، اصبر، تغلب على هذا البلاء، فكل لديه بلاء، وإياك أن
تفشل كما فشل إخوة يوسف. المشهد الثاني في سورة يوسف: من البئر إلى القصر مملوكا مكرما. وصل يوسف إلى مصر، لكنه بيع مملوكا بدراهم معدودة وثمن بخس، فلطف الله به فجعل من اشتراه عزيز مصر، يعني الرجل الثاني بعد الملك، وعطف قلبه على يوسف فجعله يقول لامرأته: أكرمي مثواه. هلأ صحيح ليس لوجه الله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، المهم أن يوسف بدل أن يكون عبدا مهانا مذلولا أصبح مملوكا مكرما في قصر الرجل الثاني في مصر، وهذا وهو التمكين الأول ليوسف في الأرض. دخل مصر عبدا مملوكا، لكن وكذلك مكننا ليوسف، أيوة مكناه، لم يذهب إلى بيت من بيوت الناس العاديين أو الفقراء، لم يذهب إلى رجل قاسي ليذيقه أشد أنواع الذل والقهر، بل ذهب إلى بإرادة الله. يعني ما هذا التوقيت العجيب الذي عندما بيع يوسف في سوق العبيد في مصر وافق وجود العزيز فاشتراه فورا؟ هذا لا يستطيعها إلا الله عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا التمكين الأول، ونشأ يوسف هنا، وانتهت هذه الفترة بأن أصبح نبيا، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ليبدأ الفصل الثالث. لذلك في الفصل الثاني دائما ثق بالله، وعد الله لا يمكن أن يتخلف، لكن لا يتحقق بعجلتك أنت، يتحقق وفق مراد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. يعني ربنا قال: والعاقبة للمتقين. ربنا قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. فأنت تصبر على التقوى شهر شهرين، لم أرزق، إياك أن تشك، سترزق لكن اصبر، سترزق وعدا غير مكذوب، لكن ليس بعجلتك، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربما قدر الله ان يبتليك 6 أشهر ثم ياتي الفرج. انت اذا ضعف صبرك واركبت الحرام خسرت الدنيا والاخره، لو انك صبرت الى هذه 6 أشهر لجاءك الغنى من حيث تحتسب ولا تحتسب، مصداق قوله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. ثق دائما بالله، مهما عاكستك الأسباب إياك أن تفقد الثقة بالله واليقين بوعده. يعقوب الذي أعانه على الصبر هو ثقته بالله. لما كلمه يوسف عن الرؤيا علم يعقوب أن يوسف سيصبح نبيا، وكذلك يجتبيك ربك، وأنها رؤيا أنبياء وستقع، وأنه سيرتفع إلى مكان عظيم جدا وسيسجد له الأب والأم والإخوة. عنده ثقة، لكن أول مرحلة فقد يوسف. قد واحد يقول: وعدتني أن يصبح عظيما ونسجد له فقدناه. إياك أن تهتز ثقتك بالله، الآن الأسباب عاكست لكن الوعد قائم، إياك، الوعد قائم. فهذا ما صبر يعقوب حتى على فقد الولد الثاني والثالث، وقال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وفعلا تحقق الوعد، واجتمع مع يوسف وخروا له سجدا، لكن بعد فترة. هذه الفترة الإنسان أحيانا يضيق صدره بها، لكن إياك أثناء هذه الفترة أن تهتز ثقتك بالله، إياك أن يضعف يقينك ويتزعزع إيمانك. مهما عاكستك الأسباب، هذه عظة من أهم العظات والعبر في سورة يوسف. يوسف رأى رؤيا وبلغه أبوه أنها ستتحقق، فصبر مع أنه ألقي في الجب، لأن عنده ثقة بأن الله سيحقق وعده. صبر عندما بيع عبدا، صبر عندما دخل السجن مظلوما،
ثم جاء الفرج وأصبح عزيز مصر وخروا له سجدا. إياك أن تتزعزع ثقتك بالله. إنسان يفتح متجر ويصر على الصدق، يا أخي دي ياباني مكتوب ميد إن يابان، لا يا أخي هذه صينية وهذه الكلام كذب. فالتجار يلومونه، يا رجل التجارة بحاجة إلى كذب وشيء من الغش وشيء من ال... يقول لهم كذبتم وصدق الله، سأبقى على التقوى، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. إياك أن تكذب الله وتصدق شياطين الإنس أو الجن، اصبر وسوف يرون كيف سيجعل الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. نكتفي بهذا القدر ونتابع في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.